وزارة الأوقاف بتخصص 96 مليون جنيه لشراء فرش المساجد. يا دكتور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ده اسمه ايه والنبي؟ ده تبذير ولا ده فضل خيرك ولا ده كرم زيادة كرم حاتمي ولا ده لازم من اللوازم ولا ده حاجة إضافية ديكوريشن؟ المساجد 96 مليون جنيه واحنا بنتكلم بنربط الحزام، اربط الحزام، زود سعر الكهرباء عشان، والاقي في حته تاني يقول لك من المخصصات اهو الكلام بيقول لك اعتمد 60 مليون جنيه ومن الموارد الذاتيه للعام المالي 17-18 وكله يطلع، و36 مليون جنيه من البند المخصص. اول مره في تاريخ وزاره الاوقاف يخصص ادي 100 مليون جنيه 96 100 مليون جنيه عشان افرش الجامع. يا سيدي صلي على الارض يا سيدي، الناس ما عندهاش مانع تصلي على الرمل على التراب يا سيدي، التقشف يا سيدي، الناس يطلعوا لي الفتاوي. كان النبي بيصلي على سجاد، كان النبي بيصلي على موكت، كان النبي بيصلي على، النبي كان بيصلي على الارض على تراب. التقشف فين؟ التقشف فين؟ سيدنا عمر لما لقاهم بيعملوا الجامع بيبيضوه ولا بيحطوا الوان ولا يعملوا، ضربهم وقال لا ده بيخلي المصلين كذا. أنا عايز بس نبقى إحنا متسقين مع اللي بنقوله، إحنا عايزين الدولة تبقى متقشفة ونحاول نربط الحزام على بطون الناس، وألاقي واحد يعمل لي يجيب لي عربية مرسيدس ولا كام عربية مرسيدس ولا واحد يجيب لي فرش للمساجد ولا واحد يعمل لي كذا، ده اسمه إيه؟ ده اسمه تبذير يا سيادة وزير الأوقاف، لا يليق ولا يجوز وحرام عليك يا معالي الوزير.